مع كل مناسبة خاصة بنحتفل فيها أو بيعزمون عليها بنوقف محتارين شو بدنا نهدي صاحب العيد، العريس أو العروس. ماي ليست فكرة ذكية بتشمل عدد كبير من المحلات التجارية وبتسمح لصاحب العيد أو الفرح بإدراج لائحة من اللوازم يلي ممكن تكون هدية مناسبة لإله من هالمحلات. هاي جولي، كيفك؟ منيحة وأنت؟ منيحة. ويلكم. ثانك يو. So this is where we have our company, our offices, and we are a team of 15 people. جولي، عرفينا أكثر عن حالك. My name is Julie Leblanc and I'm French, as you can guess. I came to Dubai 7 years ago. I was having only one child and we live in Dubai with my husband. I created my list in 2012. شو كانت الفكرة الأساسية وراء تأسيس الشركة؟ So when I was in Paris, I used to be a finance lawyer. So starting a tech company and starting a website was really a new idea. It came from two things. The first, that a personal reason, I couldn't find the right gift for my newborn. And I thought that having a wish list online, you know, with many retailers would be a great idea. And the second thing, it was purely a business idea because something was missing. E-commerce was at the beginning. Retailers were looking to have a pure digital transformation and we were at times that people were really keen to listen to new ideas. وكيف بيشتغل الموقع، موقع ماي ليست؟ I will introduce you with Haba, our gift advisor, because she will be the perfect person to show you how it works. Haba, كيف بيشتغل الموقع؟ بكل بساطة بيدخل الشخص على الموقع ويكون قائمة هدايا. هالشي ممكن يعمله من انه يدخل على الويب سايت ويختار من كل المحلات المشاركة خدمة أو غرض هو حاب يضيفه للقائمة. هاي قائمة المحلات المشاركة اللي عنا. ممكن أنت بكل بساطة تختاري مثلاً بدك أشياء للبيت، فهو بيصفي لك المحلات المشاركة عنا حسب شو بتقدم هي للبيت. أوكي. فهنا ممكن تشوفي بين لك الخيارات الالكترونيات، خيارات الأساس أو كمان خيارات مثلاً سجاد أو شيء، يعني كل اللي بتحتاجي. حباب، إذا أنا حابة أختار، إذا في براسي شيء معين هدية أنا حابة أهديها، بقدر أنا أكتب الكلمة المعينة المخصصة اللي بدي إياها بدل ما أروح أعمل find store؟ أكيد نحن أوريدي مسهلين هالعملية لكل الناس، عاملين categories معينة وتحتها متفرعة كمان هالكاتيجوريز بتسهل عملية إيجاد أو البحث عن منتج معين. أوكي. فمثل ما قلتي مثلاً بدك تشوفي تبعت البيبيز، بكل بساطة بتدخلي على بيبيز وبتظهر لك كل المنتجات اللي تحت هالشيء. اوكي. اذا كمان بدك تفكر مور سبيسيفيك، اكزاكتلي، ممكن تضغطي مثلا على ثياب الاولاد الصغار. اوكي. بتظهر لك كل الثياب او كل الاحتياجات الطفل الصغير. وكمان حبيت اشرح لك خدمه بطاقات الهدايا او الماي ليست جيفت كارد. فسواء زي ما قلت لك انت حابه تهدي حد ساكن بدبي وانت في بلد ثانيه او برضه ساكنين في دبي، ممكن بكل بساطة يشتروا الجيفت كارد من خلال الموقع، وهذا الشيء بيعطي للحد اللي حينهدي هدية الاختيار. فهو مثلا يمكن انت حابة تشتري له شيء بس هو يمكن ما يعجبه في الحقيقة، فانت لما تعطيه الجيفت كارد بيكون عنده خيارات متعددة، ممكن يروح لأي من محلاتنا المشاركة ويختار اللي هو بده اياها من المحل وبيجي اللي هو عايزه حسب المبلغ اللي بعتوا لي اياه بالجيفت كارد. بالضبط. والجيفت كاردز عندنا ما عندها قيمه معينه، انت ممكن تحطي القيمه اللي انت حباها. ران، مثل ما بتشوفي هاي واحده من قائمات الهدايا، هاي مخصصه لممكن اقول مناسبه الزواج. فبتشوفي انه هاي العميله هي اوريدي مختاره كل الاغراض اللي هي حابه تجيها كهدايا. وإذا نزلنا في القائمة نفسها بنشوف كل الخيارات وبنشوف هي ضايفة أغراض من كاتيجوريز مختلفة، سواء كانت للتزيين أو سواء مثلاً إلكترونيات. أوكي. وإذا نزلنا بتحت بتشوفي إنه الغرض اللي أوريدي تم اشتراؤه ما بيقدر نشتريه مرة تانية، بيكون ظاهر عليه إنه هو أوريدي purchased، وفي هذا الشيء بوفر مثلاً إنه تجيكي نفس الشيء مرتين أو شيء معين. إذا أنا انهدى لي هدية بقدر أعرف مين هداني إياها، اسم الشخص؟
بالتأكيد. عندنا في الموقع Gift Tracker من خلاله ممكن تشوفي كل الهدايا اللي اجتك ومن وين اجتك ومن الشخص اللي هدالك إياها، وهذا الشيء بيكون حلو كتير بالنسبة للمالك الليست، لأنه ممكن من خلال هالشيء يشكر الشخص الهدى. حلو. وين معقول نشوف ماي ليست بعد سنة، بعد 5 سنين، أو حتى بعد 10 سنين من اليوم؟ نحن ابتدت فكرة شركتنا من خلال تقديم خدمات للأفراد فقط، ولكن نمينا هالشي وصلنا نقدم خدمات لشركات كبيرة في داخل الإمارات وفي كل أنحاء العالم. حباب، شو فيك تنصح الأشخاص اللي عندهم فكرة يبلشوا مشروعهم الخاص أو عملهم الخاص بس بعدهم شوي مترددين؟ أنا أكيد بنصح أي شخص إنه يحاول يحقق أحلامه مهما كان عنده عوائق أو أسباب شخصية تمنع من هالشي. كل شيء ممكن يتوازن مع الحياة العملية، وإذا الشخص فعلاً مراده إنه يحقق هالحلم أكيد ما في شيء ممكن يمنعه. حباب، دبي هدف كتير مهم لهيك فكرة، شو السبب برأيك؟ أنت ما بتعرفي إنه نحن عايشين في بلد عبارة عن خليط اجتماعي من خلال الجنسيات ومن خلال الشخصيات المختلفة وثقافات مختلفة، وهالشي جميل لأنه ممكن أي حد يطرح فيه أي فكرة ويتقبل عدد كبير من الناس، سواء كانوا متعودين عليها في بلدهم أو إنه تكون فكرة جديدة وهم يستقبلوها بشكل يعني حماسي. يعني نحن بنحب التطور وبنحب يكون في أفكار جديدة نتبناها ونستخدمها في حياتنا اليومية. أكيد قطعتوا بكتير قصص نجاح خلال هيدي الفترة، بس أيها أكتر شيء أثرت فيكن؟ استقبال الناس لهالفكرة الجديدة. نحن عم نجيب شيء مو كان مقبول في هالمجتمع، بس هو شيء محتاجينه بالتأكيد. فنحن قبول الناس لهالفكرة، ونشوف كل يوم عدد الناس اللي بتعمل قائمات في الموقع والشركات اللي بتطلب مننا انه نحن نقدم لهم خدماتنا لموظفيهم او لعملائهم، شيء جدا بفرحنا لانه نحن بنقدم خدمة صارت مثل شيء اساسي لازم اي فرد او اي شركة تتبنى. هالشيء نحن كتير فخورين فيه وبالتأكيد رح نستمر فيه. شكرا لك حباب. شكرا لك رانا. من طفولتنا حتى نكبر، الهدية لها وقع وتأثير كبير على قلبنا، خاصة إذا حصلنا على الهدية المناسبة. ماي ليست بتفتح مجال أكبر وأوسع لاختيار الأفضل من الهدايا المفضلة لكل مناسبة من دون هم البحث وتضييع الوقت.